محور السماء الاستقامة، محور الأرض التسطيح، محور الإنسان الهدوء. الربيع والخريف، الشتاء والصيف، هي مواسم الجنة، تلال الجبال ووديان الأنهار هي أطراف الأرض. إظهار اللذة أو الغضب، الأخذ أو العطاء، هذه هي مخططات الإنسان. الحكيم يتكيف مع الزمن لكنه لا يتغير، يتابع الأشياء لكنه لا يتأثر بها، قادر على أن يكون متوازنا وهادئا، ولهذا هو مستقر. بقلب مستقر من الداخل، العيون والأذان حريصة وواضحة، الأطراف الأربعة قوية وثابتة، فلذلك يناسبه أن يسكن الجوهر، يعني جوهر التشي. عندما يتبع التشي الداو، هناك ولادة، مع الولادة هناك وعي، ومع الوعي تأتي المعرفة، مع المعرفة تصل إلى الحدود القصوى. قريباً.